في أول كم يوم في رمضان إجانا قرار بجلسة استماع، فلما كنا في هذه الجلسة وبعدنا عن الحرم أسبوع، وبعد ذلك بأسبوع أو بعشرة أيام قام الجيش أو الجنود الاحتلال بالاتصال فيا وقالوا إنك مبعد على المسجد ثلاثة شهور لعند 15/6. هناك إبعادات كثيرة للشباب القدس وخاصة كمان إخواننا من الداخل، وفي نفس الوقت هناك إبعاد لإخواننا بالضفة الغربية، يعني استغلال حدث أحداث 7 أكتوبر لإبعاد أبناء الضفة الغربية. المسجد الأقصى المبارك هو الروح، بل هو روح الروح، هو الدم الذي يتغلغل في القلوب، لا يمكن أن نفرط فيه ولا في بعضه ولا في لحظة من لحظاته. الحمد لله رب العالمين، أبعدونا جسديا ولكن أرواحنا معلقة بالمسجد الأقصى، ودائما بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الاحتلال، لأنه بيحاول يفرغ الأقصى من المسلمين وفي نفس الوقت من المرابطين الفلسطينيين المقدسين وإخواننا من الداخل. هذه كلها حجج واهية فقط من أجل أنه يحاولوا يسووا سيطرة لهم، ولكن نقول لا لهم سيطرة على المسجد الأقصى ولا شيء.